تفضل يا باشا. يا دي النور يا دي النور، والله انت عايز زفة. يا دي النور يا باشا يا دي النور. المفتاح المفتاح. لا 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 اوعى مهندس، البيت اصيل ومتين. ده يا باشا الشاب ماله كسكان في نفسه كده ليه؟ يا عيال خايبه يا راجل، عيال خايبه. في حد يخاف من بيت بيقع برضه؟ الله، معقول؟ ها؟ لا طبعا. يلا بينا بقى. اتفضل يا حاج. يلا اتفضل يا باشا، اتفضل اتفضل يا باشا، اتفضل يا كبير. نورت الدواب حالها. يا اهلا يا اهلا، اتفضل. اتفضل فين؟ اتفضل في البيت يا باشا، البيت بيتك. معلش يعني هو شويه مش قد المقام يعني. يا راجل ما تقولش كده، عيب. هو ده بيت اصلا؟ اتفضل يا كبير، وحسين يا كبير. اتفضل 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 يا كبير. ازيك يا ابو حديد؟ يا باشا يا، والله الوحيد اللي كان بيناديني فيها. عارفين يا رجاله، احلى ايام حياتي، والله العظيم احلى ايام حياتي قضيتها مع الكبير. فاكر سعادتك ايام السجن الانفرادي؟ يا باشا يا باشا، منور والله. رومانسي قوي يا عبد الجليل، احلى ايامه في السجن الانفرادي. امال ايامه دلوقتي شكلها ايه؟ عبد الجليل يا شباب كان في السجن الانفرادي دايما، وكان بيهرب منه. ازاي بقى؟ كان بينشر الحديد بتاع شباك الزنزانه ويهرب منه. محاوله هروب 16 مره، عشان كده مسميينه ابو حديد. ما شاء الله، دي حاجه حلوه قوي. انت لازم يا ابني تتحط في موسوعه جينيس. ايه غلس دي يا باشا؟ جينيس بيقول ياد غلس. ياد بقول جينيس. يلا خلاص، صل على النبي. صل على النبي، خلاص صل على النبي. صل على النبي. معلش ما انت ما حدش طايقك كده. قول لي كنت بتعملها ازاي دي يا عبد؟ بص يا باشمهندس، الحديد ده مؤاخذه قاسي، ما ينفعش ايه تشد معاه، ما ينفعش تعند معاه. لازم كده لمؤاخذه ايه تاخده بالحنيه وبالمسايسه كده، ها يدوب معاك حبه حبه. الله، ده بيقول حكم يا باشا. بيقول حكم. ودلوقتي بتشتغل ايه يا عبد الجليل؟ منظم وقفات احتكاكيه ومعتصمات. نعم، منظم وقفات احتكاكيه ومعتصمات ومظاهرات وماتشات وكده. انا كبير مشجعي انفي. مش معنى انفي يا منظم، عشان فلوسه حلوه. هو قفل منه، انا مش طايقه. طب اسمع عبد الجليل، انا عايزك في الشغل. امرني يا كبير. المكان هنا امان؟ امان الامان يا كبير. طيب شوف عبد الجليل. على مهلك يا راجل، صوت جايب اخر الحاره يا متعه. اهمد يا راجل اهمد. ملعون ابو ام الحاره على اللي فيها، اللي مش عاجبه يحط برطوشه فوقه ويتنيل يتساب. امان الامان هنا. ده الناس قاعدين معانا، ما تيجي نروح حته تانيه نعرف نتكلم فيها. لا مؤاخذه كبير. جرايه يا ولاد يا ام ثابت، ما تخلي الراجل القفه ده يقفل الشباك ويقطم خالص. الدنيا حر، هي ناقصاك يا عبد الجليل؟ حر؟ هو انت شفت حر؟ ده انا هولع فيك بجاز واخليها لك جهنم. هما فاكرينك منظم احتجاجات ولا انت منظم حاجه تانيه؟ لا مؤاخذه يا باشا. يا راجل يا قف، عيب عليك، ما تقفل بدل ما اجي لك يا ده مسعد. استنى بس استنى يا اخ مسعد، براحتك يعني، ما فيهاش اي حاجه، بس على مهلك شويه لان البيت قايل للسقوط. تتحمي حمقه من دول نلاقي نفسنا تحت الانقاض في ثانيه. الله عليك يا باشا، ربنا يعلي مراتبك. دايما دايما حاسس بالبشريه والله. يا جماعه مسعد معذور، اصل حته البلد دي يا باشا بيبقى لها طعم تاني خالص. ايه ده؟ يلا يا نروح مطرح. لا صحيح، ايه ده؟ يلا يا ولد روح، بلاش غلبه. شوف يا عبد الجليل. هو تأثير مسعد وصل لغايه هنا الظاهر. لا يا باشا، دي أمي ست الحبايب. أمي مين؟ أم يا باشا. هي أمك هي اللي مع مسعد؟ لا يا باشا، دي الولية أم ثابت. أم أنا بقى اللي لا مؤاخذة تحت منك على الكنبة. أمي مين؟ أم عبد الجليل. أنهي كنبة؟ الكنبة اللي حضرتك قاعد عليها. أمي لا مؤاخذة تحت منك. أمك تحت مني أنا؟ أيوة يا فندم. الكنبة؟ أنا آسف جدا. لا يا باشا، وربنا المعبود ما أنت قايم. ما تقومش يا باشا، خليك قاعد وخد راحتك كده وراح راحتك. الله، دي زي يومك بالظبط. بص يا باشا، أنا هسلتها لمؤاخذة عشان خاطر تعمل لنا طقم شاي. أمّا تسلت مين؟ أمّا خليها مستريحة، ربنا يخليها لك.
وده ايه ده؟ اصل امي امي مره مكافحه يا باشا، امي مره مكافحه وتعبانه وليه اصليه. انت عارف يا باشا الناس بتوع التلفزيون دول لو شافوها هيدوها حج وعمره ورحله المارينا، هيعملوا حاجات، بس احنا نوصل بقى لمين بقى هناك في التلفزيون؟ انت عارف بقى دنيا تانية. انت عارف يا باشا لولا الست ديت كنت انا واخواتي الاربعه ضعنا، بس هي لما اخذ قعدت علينا ذكر.